أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بعاطف يقول: يا شيخ، التلاوات والأدعية في زمننا الحاضر والتي اتصفت بنغمات الجوالات، هل هي مباحة وهل تنصحون بها؟ إدخال القرآن، إدخال آيات من القرآن أو أدعية أو نوعا من الأدعية كالقنوت وما أشبه ذلك في الجوالات بقصد التنبيه، تنبيه على المكالمة، هذا أمر يجب اجتنابه تركه، لأن هذا يستخدم الآيات لا رغبة فيها، وإنما يستخدمها لأجل تنبيه على المكالمة أو الأدعية كذلك، لا يدعو الله بها وإنما يستخدمها من أجل تنبيه على المكالمة، وهذا فيه إهانة في هذا الذكر العظيم. ويمكن وضع منبه في الجوال غير القرآن وغير الأدعية، بأن يضع فيه منبها بصوت ليس فيه تطريب ولا جرس، وإنما يكون منبها له على المكالمة بدون أن يكون فيه محذور شرعي. نعم.